بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا في هذا اليوم عن تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عناية خاصة بالأطفال، بأطفال المؤمنين، بأطفال أهل المدينة، بأطفال العالم كلهم، حتى أنه ينادي: ألا لا يقتلن وليدا، ألا لا يقتل، ألا لا تقتل الذرية. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم له عناية خاصة بالأطفال. عندما نستعرض السيرة النبوية ونجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه الصحابة الكرام بأولادهم، عندما يولد أي مولود يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبرك لهم ويحنكهم، والتحنيك أن يأتي بتمر أو حلوى فيضع في فم، يكون يمضغه الحبيب صلى الله عليه وسلم أو الذين يأتون من بعده من الصالحين من الأئمة من العلماء، فيمضغه ثم يجعل هذا في فم هذا الولد الصغير أو البنت، فتتقوى اللثة وتتقوى اللسان، ويتعودون. إذا كان الرجل ذاكر لله عز وجل ومصلي على رسول الله يكون من أهل الذكر، فلذلك كان هكذا دأبه. عندما يولد أي مولود يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يأتون بأكبر منهم، وربما يبول أحد الأطفال على إلى فوق النبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخبرهم بشيء، إنما ينضح هذا البول برشاشة من الماء ثم يبرك لهم ويدعو لهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ورد أن ولد اسمه كان محمود بن الربيع قال: كان عمري 5 سنوات فرأيت رسول الله، ورسول الله بعد أن توضأ مج في وجهي مجة لا أزال أحس ببردها إلى الآن، لا يزال يذكر هذه المجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال الصغار. البعض من الناس إذا وجد لديه الأطفال الصغار ما يلتفت إليهم، والبعض منهم شغلته الغربة ولم يستمتع بهذه الذرية وبهذه الفئة من الأطفال الصغار. لديهم رحمة، كان يسمي سيدنا الحسن والحسين هما ريحانتين من الجنة، كان يخرج لسانه يداعب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، يعني بهذه العناية يملأ قلوبهم تعظيم. ما يعرفون إلا رسول الله، ما يعرفون الإحسان إلا من النبي، ما يعرفون الأخلاق إلا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. تخيل معي إذا صلى الفجر وجلس مع أصحابه وعاد إلى بيته، فبعد الإشراق ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بالبداية يجلس في بيته ويأتوا أولاد المدينة كلهم الصغار من البنات والذكور، هذا يأتي بإناء يريد أن يمج فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي بإناء لبن يريد أن يشرب منه رسول الله، وهذا يأتي بطعام، وهذا يأتي بكذا، وهذا يأتي بكذا، وكلهم رجاء أن ينظرون إلى الوجه الأطيب صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يجبر بخاطرهم. تخيل معي قائد الأمة والإمام الأعظم والنبي الأفخم وأكرم الخلق على الله، ومع ذلك يخصص وقت لهؤلاء الصغار، فيمسح على رؤوس الصغار، حتى أن أحدهم مسح على رأسه صلى الله عليه وسلم على هذا الولد، على رأس هذا الولد، فمكث حتى مات طيلة أكثر من 70 سنة، واليد الذي مست والشعر الذي مسها صلى الله عليه وسلم لم تشيب، كانت سوداء. لماذا؟ وضع رسول الله يده على رأس هذا، جاء بطفل صغير ليس عنده شعر فمسح عليه صلى الله عليه وسلم، فجاء فكبر شعره وظهر له الشعر. كان صلى الله عليه وسلم له عناية خاصة بالأولاد وبالأطفال، فيواسيهم. إذا مر في طريق ووجد كثير من الصغار يلعبون يسلم عليهم رسول الله. الولد الصغير عندما يجد الاهتمام من الكبير والعناية والمكانة يفرح، يكبر، تكبر الهمة في قلبه وفي نفسه حتى يريد أن يكون مثل هذا القدوة. لكن عندما يكون الكبير بنفسه ليس بقدوة، لا يحترم الصغار، والنبي بنفسه يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعطي عالمنا حقه. فعندما تحب هذا الصغير وتكن له الاحترام والود كما علمنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سيحبك، سيكون له طموح في أن يكون إنسان راقي في أخلاقه. وحتى أن مرة من المرات كان أحد الصحابة الصغار بجانب الحبيب صلى الله عليه وسلم من على يمينه،
وبجانبه سيدنا أبو بكر وعمر والأشياخ أشياخ كبار الصحابة. ورسول الله إذا شرب يعطي من بجانبه ويبدأ باليمين. فشرب صلى الله عليه وسلم من هذا الإناء ثم التفت فوجد أن هذا الولد صغير، قال أتأذن لي أن أعطي الأشياخ، أعطي الكبار؟ عجيب، يعطي مكانا للصغير. صغير يعني الآن أكثر الناس يعني بمجرد ما يدخل الصغير إلى المجلس يخرج. طيب كيف يتعلم هذا أخلاق الرجال، تعامل الناس، حسن المعاملة والأخذ والعطاء؟ فتريد هذا الصغير أن يتعلم وهو مع الصغار، لابد أن تجلسه بمجالس الكبار كما فعل كبار أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالتفت الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هذا الولد، قال له أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال ما كنت ليؤثر أحدا بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أشرب بعدك يا رسول الله. كان ذكي، محب ومتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله له اهتمام كبير في تربية الأولاد والبنات والصغار، ينشئهم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ليس ما كان عودته الخادمة، على ما كان عوده الشارع، على ما كان عودته المدرسة، لا، على ما عوده أبوه. الأب لابد أن يهتم ويرعى ويعطي مجال وعناية خاصة بالأطفال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم الطعام فيأتي الصغار، إذا جاء أحد الصغار يأكل، طبعا الصغير لا يعرف آداب ولا يعرف شيء، وإذا به يأكل من هنا من هنا، حتى يقول أحد الصحابة قال وكانت يدي تطيش في الصحفة، قال صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل من ما يليك. علمه صلى الله عليه وسلم الأدب. وكان صلى الله عليه وسلم يردف حتى الغلمان خلفه. فأختم بقول سيدنا ابن عباس عندما مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردفه، فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإلى آخر الحديث عندما يوصيه. وكان ينادي كثير من الصغار يا بني يا غلام بهذا الأسلوب العالي الراقي، فيكبر الصغير وهو محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يوفقنا وأن يصلح أولادنا وكبارنا ونسائنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.